لأنها تدعم الطفولة والناشئة على مدار 40 عاماً، وتؤمن بتوفير البيئة والحياة الصحية الآمنة المزدهرة، محققة بذلك السعادة لكل من يعيش في الإمارة الباسمة التي استحقت بجدارة كافة ألقابها، فهي الإمارة الصديقة للطفل والإمارة الصديقة للصحة باستهدافها تحقيق الإنسانية الحقيقية. بدأ هذا العمل في يونيو 2016، تم طبعا وضع معايير للمبادرة الجديدة، وتم أيضا تنسيق دراسة وضع للأطفال أو للوضع وضع الأطفال في إمارة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات المختصة بتقديم هذه الخدمات. المعايير تشمل 9 مكونات مختلفة، ضفنا مكون عاشر خاص بالإمارة هنا لأنه فيه اهتمام بيه كبير، اللي هو كل أماكن اللعب والترفيه والحدائق العامة الخاصة بالأطفال. عادة بيتم تقييم لوضع الأطفال من كافة الجوانب، سواء تعليم أو صحة أو أي خدمات خاصة بحماية الأطفال وسلامة الأطفال والمباني. وفي هذا الإطار عقد مكتب الشارقة صديقة للطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مركز مرايا للفنون القصباء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل أهم الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة للترشح لنيل لقب مدينة صديقة للأطفال واليافعين، والتي تستهدف الأطفال منذ الولادة حتى 18 عاما، وذلك من خلال مبادرة المدن الصديقة للأطفال واليافعين العالمية، وذلك بحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وبحضور ومشاركة كافة الشركاء المعنيين في كافة مجالات رعاية الأطفال واليافعين في الدولة ومسؤولي اليونيسيف. تجربة الشارقة الناجحة في حصولها على الاعتماد الشارجة المدينة للطفل منذ 4 سنوات يؤهلها بأن لدينا استراتيجيين شركاء استراتيجيين فاعلين، ونحن من ضمن الشركاء، ويمكن الجانب القانوني أو المختص بالسياسات والرقابة على تقديم الخدمات للأطفال هذا جزء من عملنا في المجلس الاستشاري، ونحن داعمين لهذا المشروع. عرض المؤتمر الصحفي كافة الجهود القائمة والمتواصلة المبذولة من خطط تنفيذية وجلسات إعداد وغيرها الكثير ضمن مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين، والتي سيتعين تنفيذها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالأطفال واليافعين بهدف تحقيق متطلبات نيل اللقب. عناية الصحية المتطورة في إمارة الشارقة من حيث المراكز الصحية والمستشفيات، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يقوم به مستشفى الجامعة بالشارقة، هذا الصرح الكبير الذي يعني بالطفل ويعتبر مركز متميز للعناية بالأطفال الخدج. شهد المؤتمر إطلاق مكتب الشارقة صديقة للطفل لشعار مشروع الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، والتي يتضمن عددا من أبرز معالم الشارقة التي تحاكي في رسمها وألوانها رسومات الأطفال واليافعين. فكنا معهم إحنا في طرح المواضيع اللي هي خاصة بالطفل نفسه، وكيف ممكن البرامج والأساليب تعدل والخطط تكون مهيئة للأشخاص من ذوي الإعاقة، الأطفال من ذوي الإعاقة. السعي إلى نيل لقب الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين بخطط مداها المختلفة يأتي تتويجا جديدا لمسيرة ممتدة ومستمرة بفضل الرؤى الثاقبة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، الهادفة إلى إعلاء قيمة الإنسان في كل زمان لغد مشرق ومستقبل أفضل. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، ننتقل إلى أولى فقرات حلقة الليلة من برنامج أماسي، حيث أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج تمكين القيادات الرياضية لمدة 2 خلال ملتقى القيادات الرياضية 2017، وذلك تأكيدا على رؤية البرنامج في الوصول إلى قطاع رياضي أمثل بكوادر مؤهلة لتطوير القطاع الرياضي في الشارقة، مستقطبة الكفاءات التي تدعم المؤسسات الرياضية الوطنية.